التيبل تاعت ال fundamental deviation لل holes حاطين إشي إنه لل upper deviation لل hole إنها هي تساوي lower deviation للشافت، بس إنه مضيوف عليها difference between the grades. دقيقة واحدة بس مش سامعتك مني، عيدي سؤالك. بالتيبل لل fundamental deviation لل holes حاطين إنه ال upper deviation لل hole تساوي lower deviation للشافت، بس مضيوف عليها difference between the tolerances of the two grades. هلا بجي هلا بس شوي استفيك تاع. هلا مثلا الشافتس اللي بالبداية اللي هم نحكي A B C D up to H، تمام؟ ليش ما اشتغل هذا اسمه؟ مين اللي سألك السؤال؟ أنا دكتورة. طيب هلا الشافت اللي بيكونوا بالبداية على اليسار من A B C D up to H، ماشي؟ هدول الشافت الفاندمنتال ديفيشن إلهم هي الأقل وبتكون قيمتها نيجاتيف، مش جبت الشاحن هلا بجاوبك على سؤالك، خليكي معي ثواني بس. اعمل شير أول. منيح هيك خلص منيح. بس هو بطيء شوي اللابتوب، ما بعرف شو السبب صراحة. تمام. هلا انت بتحكي على الفاليوز اللي بالتابل هون صح؟ دكتورة. تمام اوكي. هلا جواب على سؤالكم اثنين مع بعض، يعني هلا تابل 3.5 تمام؟ تابل 3.5، تابل 3.6، تابل 3.7، هاي المعادلات كلها اللي بداخل التابلز بتكون given، ماشي؟ اوكي؟ هلا هلا في معلومات ما بتكون موجوده بالتابل بس احنا بنعرفها، يعني هذا مثلا تابل 3.5 أعطيني fundamental deviation values أو formula for shafts اللي size إلهم up to 500 mil، يعني هو أعطيني fundamental deviations لشافت. هلأ من الساين negative عرفت إنه وين موجود fundamental deviation، ومحدد لي بالسؤال نفسه، يعني محدد لي إنه هل fundamental deviation هو الأبر أو اللور، يعني مثلا الشافت اللي اسمه A، الشافت اللي اسمه B، الشافت اللي اسمه C
الفاندمنتال ديفيشن لهم الأبر ديفيشن وقيمتها نيجاتيف، معناها الهاير ليميت للشافت هتيجي بلو البيسك. يعني خلص صار واضح بالنسبة لنا من الإشارة ومن قيمة إنه هل أم بحكي عن أبر ديفيشن أو لور مكانه بالنسبة للبيسك. تمام؟ هلا إذا إجيت سألتك عن الهول اللي اسمه A أو الهول اللي اسمه B أو الهول اللي اسمه C، الأبر ديفيشن أسفل فاندمنتال ديفيشن لأي من الهولز اللي سميتهم A B C D up to H هتكون هي اللور، وحتكون إلها نفس هاي الفورميولا لكنها عكسها بالإشارة. هذا اتفقنا عليه المحاضرة الماضية. هلا أنت اسأليني إن سبيسيفيك، يعني احكي لي مثلا أنت عم تسألي عن أي عن الأوبر ديفيشن. هم كاتبين إنه بالتابل اللي تحت هذا كاتبين إنه سبيشال كيس أو something. أوكي. هلا هذا fundamental deviation for holes size إلها up to 500 mil. أوكي. بالسبيشال رول حاطين إنه منضيف the difference of tolerances. ماشي، فديني إياها وين؟ هي كانت بالتابل هيها هون أنا آخر إشي. أوكي. أوكي. هاي اللي أنا حكيته for all deviation except the following. هلأ أنا شو حكيت قبل شوي بالمقدمة، إنه مثلاً إذا كنت عم بحكي عن الشافت اللي بالبداية من A up to H، فالفورميولا اللي أعطتكم إياها صحيحة 100%. for all deviation except the following اللي هم ال N وال J وال K وال M وال N وال P وال Z C، يعني من P up to Z C، دائماً وأبداً يعني الشافتس اللي جايين على اليسار اللي هم من A to H، الهول ليميت بالضبط حتكون مساوية للشافت ليميت للهول اللي له نفس، يعني الهول اللي اسمه A مع الشافت اللي اسمه A من حيث الفاليو حيكونوا نفس الشيء لكن عكس بعض بالإشارة. وإذا كنت عم بحكي عن أبر للشافت حتكون هي لور للهول. هلأ بالنسبة للهول اللي اسمه N، الأبر ديفيشن إله هي الفاندمنتال حتكون اسمها ES وقيمتها 0، رغم إنه اللور، رغم إنه الشافت اللي اسمه N ممكن على الديزاين يكون مختلف. يعني إحنا حكينا بالشكل هذا هم mirror image to each other، بس خلينا نحكي من A to H هاي الرول صح. هلأ الهول اللي اسمه N والشافت اللي اسمه N، الأبر ديفيشن للهول اللي اسمه N حتكون 0. تمام؟ هلأ باقي الهولز من P, R, S up to Z, C بدك تمشي على هاي الفورميولا، بس أنا يعني هدول المجموعة ما حسألكم فيهم، يعني لأنه من P to Z, C up to grade 7 inclusive. يعني هلا حسب كمان التولرانس جريد اللي عندك يا بتحكم بتاثر على الفوريال تاعت الابر ديفيشن. الاي اس راح تساوي الاي اس اللي هي الابر ديفيشن للهول راح تساوي اللور ديفيشن للشافت اللي اسمه نفس الاسم but one grade finer and of opposite sign increased by the difference between the tolerance of the two grade in question. هلا القاعدة اللي حكيت لك إياها إنه من الشافت اللي اسمه إيه up to H. ماشي. هاي ماشي. هلا من الشافت اللي اسمه إيه up to H، ممكن أنا أجي أسألك على هول اسمه إيه أو B أو C أو D ويكون اللي given عندك هي الفورميولا للشافت عشان أتأكد إنك فاهمة إنه الأبر ديفيشن للشافت اللي اسمه A تساوي اللور ديفيشن للهول اللي اسمه A. تمام؟ هلا إذا إجيت بدي أسألك بالهولز اللي بعد ال N، لو ما مشينا على هاي الرول أنا باجي بعطيك الرول بحكي لك الأبر ديفيشن للهول اللي اسمه N تساوي بعطيك الفورميولا اللي إلها. تمام؟ بدي يعني ما هو الأبر ديفيشن واللور ديفيشن ممكن يصيروا يعني ببطلوا يشبهوا بعض على توليرانس جريد معين، فأنا حسب شو الدايمنشن أو شو البيسك سايز أو شو التوليرانس جريد باجي بحكي لك الأبر ديفيشن للهول اللي اسمه مثلاً S يساوي كذا، بعطيك الفورميولا اللي لها جاهزة بدون ما تحتاج تعمل التحويل. هلأ كمان نقطة، هلأ هاي المعادلات صحيحة،
يعني حتى 3.5 هذا for certain dimensions، يعني طالما البيسك سايز less than 500 معدلات الفاندمنتال ديفيشن هاي صح. إذا صار البيسك سايز above 500 هتصير في فورمولا جديدة. هاي حتى هاي يعني هي هيها هتكون بالتابل اللي بعد، هتكون بالتابل اللي بعد. أوكي هلأ هاي fundamental deviation for shaft and holes للsize اللي above 500 و less than this limit حطك 3150 تمام؟ هاي مثلا الشافت اللي اسمه دي حتكون fundamental deviation هي upper sign إلها negative. الـ fundamental deviation للهول اللي اسمه دي هي الـ EI هي اللور والساين إلها بوزيتيف، وهي حط لك الفورميولا على اليمين. الفورميولا بتنتهي ما هي بوحدة نيجاتيف يعني بالشافت هي نيجاتيف تمام؟ يعني كل هاي معادلات الـ fundamental deviation هاي اللي given by these formulas بعطيك إياهم أنا تمام؟ يعني كيف سؤال ديزاين حلينا الخميس؟ كان في أي مشكلة؟ أنا هرجع ركزي تمام؟ في كان أي مشكلة؟ طيب هلأ بس كمان بيحكي لكم نقطة أنا وأنا متذكرة إنه الباوربوينت فايل في خطأ. هلأ بحكي لكم شو هو، ما بعرف اللي بالأونلاين سألت جاوبتك على سؤالك؟ دكتورة شكرا. خلص هلأ هي الفورمولاز كل هاي بتكون given، يعني أنا مش حفظتهم، إذا بدي إياهم برجع لتابل 3.5-3.6. هلأ هون بس خليني أمشي على التشابتر على السريع، هاي السلايدات كلها مشينا عليها إحنا. هون أنواع الفت حكينا عنهم برضو. أوكي من هاي definitions هلا البيسك سايز is the size in relation to which all limits of the size are derived. Basic هو نفسه البيسك سايز أو النومينال سايز is defined as the size based on which the dimensional deviation are given. This is in general the same for both components. يعني إذا أنا بحمل ديزاين لأي شافت and هول البيسك سايز بالتو components the same. هلا الـ limits of size اللي هم الـ maximum والـ minimum permissible limits لما أنا أعمل الـ design these are the maximum and the minimum permissible size acceptable for a specific dimension. يعني أنتوا بتعرفوا من مثلا من مادة الـ quality control إنه أنت لما تصنع item معين بدك الـ process mean يكون certain value plus minus something. ففي عنا limits هدول هم بالنسبة إلنا الماكسيموم والمينيموم بيرميسيبل ليميت اكسبتابل عشان يكون فور ذا سبيسيفيك دايمنشن. ذا اوبريتور از اكسبكتد تو مانيفاكتشر ذا كومبوننت وذين ذيس تو ليميتس. الماكسيموم ليميت اوف ذا سايز از ذا جريتر اوف ذا تو ليميتس اوف ذا سايز وير از ذا مينيموم ليميت از ذا سمولر. يعني الأكبر فيهم بسميه maximum limit والأصغر بسميه minimum limit. انتبهوا هون عم بحكي عن maximum limit ما بحكي عن maximum meter limit. إذا صرت بحكي maximum meter limit ولور meter limit بتصفي للشافت هي أوكي maximum diameter، بالنسبة للهول maximum meter limit هي diameter الأصغر. وأتوقع حكينا هذا التوليرانس هو الديفرنس بين maximum والminimum limit، هاي طريقة، أو هو نفسه الديفرنس بين الأبر ديفيشن واللور ديفيشن. في التوليرانس معادلتين وانتبهوا دائما إنه قيمة التوليرانس بوزيتيف فاليو. هلا الألوانس هو عبارة عن اللور ليميت للهول ماينس الأسف هو الديفرنس بين اللور ليميت للهول والهاير ليميت للشافت اللي هو اتفقنا المحاضرة الماضية معادلته بالضبط بتشبه المينيموم كليرانس طبعا، وممكن يعطي بوزيتيف فاليو او نيجاتيف حسب نوع الفت صح. هلا الجريد اللي هو التوليرانس جريد اللي بحكي عنه is an indication of the tolerance magnitude. وفرجيتكم بالتابلز انه عندي مثلا تولرانس جريد اسمهم IT01 IT1 IT2 IT3 IT4
IT5 IT7 كل واحد فيهم IT4 5 7 4 5 6 7 8 في عندي range أو في عندي numerical value formulas لل tolerance grade وهي function بال small i اللي هي سميناها إيش ال tolerance standard صح؟ نذكرين هالformulas إنه مثلاً 10i 25i في داعي أروح للكتاب أذكركم أتوقع tolerance حكينا عنه أول هيهم IT01 IT1 IT2 IT0 1 2 3 4 بعدين من IT5 ل IT7 وبيحكي لي كل واحد من التوليرانس جريد لأي نوع من الفت أو شو الابليكيشن المناسب له لا ما تحفظيهم ليش هلا ال مثلا إذا كانت التوليرانس جريد اسمها IT7 قيمتها 16 times I where I is the standard tolerance unit تمام؟ إلهم فورمولا هلا هذا التابل 3.4 كمان مش حفظ مثلا IT6 بتساوي 10I IT7 16I IT8 25I أتوقع هدول خلص يعني استخدمناهم إحنا هلا في عنا الجريد بعدين في عندنا الديفيشن هلا في عندنا ثلاثة ديفيشنز الأفر ديفيشن هي الهاير ليميت ماينس البيسك سايز اللور ديفيشن هي اللور ليميت ماينس البيسك سايز والأكتوال ديفيشن هي الأكتوال دايمنشن للسبيسمن اللي أنتجناها أو صنعناها بهاي الماشين ماينس البيسك سايز يعني هي فعليا كل قطعة بالدنيا وهي مجرد ديزاين على الورق في لور ليميت في أبر ليميت فعليا لما يتم تصنيعها حتكون إما واحدة من التوليمس هدول أو أي real number بينهم صح؟ فالactual deviation هو الactual dimension للwork piece اللي حصلنا عليها minus the basic size وقيمتها قد تساوي upper deviation أو lower deviation أو أي value بينهم هلأ fundamental deviation هون في خطأ بهاي آخر ثلاث أسطر في عندك خطأ هلأ بحكي لكم إيش هو fundamental deviation إما بيكون is the minimum the minimum difference between the size of the component and its basic size. This is identical to the upper deviation, مش شرط for the shaft and the lower deviation for the hole. هاي الستيتمنت اللي يعني بقول لكم مش شرط. هلا بحالة الشافتس اللي من A to H, the upper deviation كانت هي المينيمم وهي الأقرب للبيسك وكانت هي الفاندمنتال. بس بالنسبة للشافتس اللي كانوا على اليمين بعد ال P, اللور ديفيشن هي اللي صارت اقرب للبيسك هلا كتعريف الفاندمنتال ديفيشن هو يا بيكون الابر ديفيشن او بيكون اللور ديفيشن اللي اقرب فيهم للبيسك بغض النظر عن اشارته يعني اذا كانت الابر ديفيشن 0.1 واللور ديفيشن ماينس 0.2 طبعا مليمتر مليمتر مين الفاندمنتال ديفيشن الابر اذا كانت الابر ديفيشن 0.2 بوزيتيف واللور ديفيشن ماينس 0.1 مين الفاندمنتال؟ صار هو أقرب للبيسك طب إذا كانوا التنتين بوزيتيف الأبر ديفيشن 0.2 واللور ديفيشن 0.1 مين الفاندمنتال؟ طيب إذا كانوا التنتين نيجاتيف الأبر ديفيشن ماينس 0.1 واللور ديفيشن ماينس 0.2 مين صارت الفاندمنتال؟ تمام؟ فحسب الساين والنيوميريكال فاليو بتقرر مين فيهم مين أقرب للبيسك طيب فهاي النقطة بس السطر الأخير إنه this is identical to the upper deviation for shafts and lower deviation for holes هاد لرينج معين صح مش دائما طيب هلا الزيرو لاين أو هو نفس الخط اللي إحنا بيكون عليه البيسك سايز is the this line is also known as the line of zero deviation the convention is to draw the zero line horizontally with positive deviation represented above and negative deviation indicated below. يعني أنا الزيرو line اللي هو اللاين اللي عليه البيسك سايز. الأشياء اللي بيكون إلها upper deviation حتيجي above the basic size above the zero line والأشياء اللي إلها lower deviation حتيجي below the line هاد. وبالرسم هو بيكون الزيرو line بيمثل البيسك سايز. طبعا بشكل عام لما أنا أحكي
شافت اند هول دائما وابدا هو بيمثل الورك بيس اللي انا مهتمه بالاكسترنال دايمنشن الها تكون هي شافت، والورك بيس اللي انا مهتمه بالانترنال او بالانر دايمنشن الها بيكون هو الهول. وطبعا مش شرط الشافت والهول يكونوا سيلندريكال ورك بيس. يعني ببدايه الشابتر بتذكر حكيت لكم مثال انه مثلا مفتاح ممكن اعتبره هو الشافت، مش ممكن على الاكيد يعني المفتاح هو الشافت والانترانس هو الهول رغم انه الكروس سكشن له مش سيلندريكال. فاي تو ايتمز بيحصل لهم اسمبلي، الانر ايتم اللي انا مهتمه بالاكسترنال دايمنشن له هو الشافت، واللي الجزء اللي برا اللي انا مهتمه بالانر دايمنشن له هو الهول. طبعا الفيت هو الريليشن شيب بين التو ايتمز اللي بعمل لهم اسمبلي، وحسب شو الدايمنشنز لهم بالنسبه لبعض بحدد كليرنس او انترفيرنس او ترانزيشن. طيب هلا هذا السكتش احنا اتوقع هذا خلص يعني تعدينا واتقننا صح. هاي اسيوم انه عندك مثال، هاي الشافت باللون الازرق والجزء منه اللي بالاحمر بيمثل التوليرانس، يعني الشافت هاي المينيمم ديامتر للشافت هي هاي المسافه، والماكسيمم ديامتر للشافت هو هذا الدايمنشن. الديفرنس بينهم بيمثل التوليرانس للشافت. هذا الشافت جاي اصغر يعني التو ليميتس له المينيمم ديامتر والماكسيمم ديامتر تنتين بلو البيسك سايز، معناه حيكون من الشافت اللي جايين على اليسار اي بي سي واحد من هدول. هلا في عندنا هول صح هيك في عندنا هول اوكي الجزء اللي باللون الاحمر بيمثل التوليرانس للهول تمام. هيو لانه هاي هي يعني هاي المسافه كم هي بعيدة عن البيسك تمثل الأبر ديفيشن. انتبهوا إنه الأبر ديفيشن هلأ برجع لهم. طيب هلأ بالنسبة للهول الجزء المضلل باللون الأحمر هي قيمة التوليرانس للهول، هذا الديامتر هو ماكسيموم ديامتر للهول، والجزء اللي من الخط الأحمر يعني للخط اللي بلشنا منه هو ريفرنس، هاي المينيموم ديامتر ديفرنس بينهم هو التوليرانس. هلا اللور ديفيشن هي المسافه بين ذيس تو المسافه بين ذيس تو ارو هي اللور ديفيشن للهول، والمسافه بين الماكسيموم ديامتر والبيسك سايز بتمثل الابر ديفيشن للهول. في حاله الشافت نفس الشيء، المسافه بين البيسك سايز او زيرو لاين والمينيموم ديامتر بتمثل لور ديفيشن هي المسافه بين ذيس تو اروز، والأبر ديفيشن هي مسافة بين الماكسيموم ديامتر والبيسك سايز. أتوقع هاي الرسمة يعني كثير واضحة صارت. هلا بحكي لي شو معنى بيسك هول سيستم. الهول اللي اسمه اتش بيكون الماكسيموم بيكون اللور ليميت للهول على البيسك بالضبط. التوليرانس سيمبولز هلا احنا بشكل عام بأي ديزاين لما اكتب مثلا 40 اتش 8 اف 7 شو يعني؟ يعني عندي شافت اند هول سيستم البيسك سايز لهم 40، نوع الهول اتش، نوع الشافت اف، والتوليرانس للهول 8 والتوليرانس للشافت 7. يعني هاي طريقه النوتيشن احنا كتبناها مثلنا. هلا هذا التيبل انا المحاضره يوم الخميس حلينا سؤال مع بعض تمام. مين خلينا نرجع نشوف الاكزامبل اللي حليناه. يعني هيك انا فتحت على الباوربوينت كنت بدي احكي لكم فقط عن الخطأ الموجود بس مشينا على سلايدات الشابتر كله. هذا السؤال اللي حليناه بس بدي هو هذا هو السؤال كيف تمام. هلا هذا السؤال اللي حليناه بالمحاضره الاخيره كان عندنا بيسك سايز قيمته كم 130، وكان الهول اسمه اتش والشافت اسمه اف، وصادف انه التوليرانس لهم الاثنين ذا سيم. هلا
إحنا حسبنا الـ IT8 وطلعت قيمتها 25 في I وطلعت قيمتها 0.06304 مليمتر، صح؟ هلأ في تابل أنا بعدت لكم إياه يوم الخميس على التيمز وما حدا فيكم سألني إيش هو هذا التابل، صح؟ هلأ هذا التابل فيه قيم التوليرانس، في قيم التوليرانس. إحنا بمثالنا كم كانت قيمة البيزك سايز؟ 130. إذن هي بهاي الكاتيجوري جاي بهذا العمود من 120 ل 180، هاي قيمة البيزك سايز للديزاين اللي عندنا إياه. حلو؟ طيب التوليرانس اللي إحنا حسبناه شو كان اسمه؟ IT8، تمام؟ إذن من أول تو روز حددنا البيسك سايز هو بهاي الكاتيجوري من 120 ل 180، وبعدين بروح على الكولوم الأول بختار التوليرانس جريد اللي معطى بالمسألة. بمثالنا كان اسمه IT8 تقاطعه مع الكولوم اللي بيمثل الكاتيجوري اللي إحنا عندها. شو طلعت قيمة التوليرانس؟ مين يقرأ؟ 63 مايكرو. بس شو اليونتس إلها بأعلى التابل؟ مايكروميتر. الله يسامحك، مين هاي 63 متر؟ عارفة شو يعني 63؟ هي هاي الفاليو بالتابل 63، ما اختلفنا كلنا قرأناها صح، بس لما تقولي لي متر خطأ زي هيك بصيرش بعدي تنجحي بالمادة، تمام؟ هلأ لا هو أنا عارفة إنه أكيد أنت عارفة الصح. هاي 63 اليونتس مايكروميتر، لاحظوا نفس الفاليو اللي احنا حسبناها. وين راح المثال اللي احنا ماشيين عليه؟ اوكي هلا احنا حسبناها 63 مايكروميتر، حسبناها بالمعادله. هلا القيم اللي من هاي المعادلات موجوده مفرغه بالتابل، يعني حتى اذا كان التابل عندك يا فيش داعي ترجع للإكويجن وتحسب انت التوليرانس، تمام؟ طيب المثال اللي قلت لكم جربوا انتوا حلوه، خليني اشوف اذا حليتوه. حدا حاول؟ اه دكتوره انا حليته. طيب تمام، هلا بس بدي اسالك اكيد احنا شو كان نوع احكي لي شو نوع الديزاين، يعني شو نوع الشافت والهول اللي اخترت؟ كليرنس كان، واخترتهم لحظه شوي، كان اتش 8 ودي 9. الاتش اللي هي الهول والدي اللي هي ماشي. الاتش 8 هو عباره عن هول اسمه اتش، جاي بالكاتيجوري بين 120 ل 180، والتوليرانس له اي تي 8، معناها حتكون قيمتها نفس اللي بالسؤال السابق، حتكون قيمه التوليرانس له الهول 63 مايكرومتر، تمام؟ صح طلعت معك هيك؟ اه صح دكتوره. تمام هلا روحي على الشافت، الشافت شو اسمه؟ دي 9. دي 9. طيب الشافت اللي اسمه دي 9 والبيسك سايز له 121، باي كاتيجوري جاي؟ جاي بالكاتيجوري اللي هي من 120 ل 180، والتوليرانس جريد له 9. اذا طلع عندك قيمه التوليرانس للشافت 100 مايكرومتر، صح؟ أو صح دكتورة، أو نفسها 0.1 مليمتر. فهذا التابل، هذا التابل الرو الأول بيبين لك الدي 1 والدي 2، والكولوم الأول موجود في قيمة التوليرانس جريد، وتقاطع الرو مع الكولوم يعني اي سيل بداخل اي سيل بداخل التابل يعني هي بتقاطع رو مع كولوم، النيوميريكال فاليو اللي فيها بتمثل قيمه التوليرانس بالمايكرومتر، تمام؟ يعني هاي بتسهل علينا بالديزاين، انا مش ما حروح اطبق معادلات وامشي على معادلات، خلص بيكون اذا التابل جيفن دايركتلي بتطلع التوليرانس. ممكن لما تكون بتحل انت باي سؤال ديزاين تحل من المعادلات ترجع تدقق إنه حلك صح أو خطأ، تمام؟ الدكتورة أنا لما حسبتها طلعت معي 0.10148. تمام 0.104
بس عم تحكي مليمتر. مليمتر. اوكي، النيوميريكال فاليو بالتيبل لاقرب مايكرومتر، يعني هي نفسها حتكون، يعني هاي نفسها ال100 مايكرومتر هي نفسها حتكون 0.100 في تكمله، نفس اللي احنا حليناها. احنا لما رحنا للإكواجن وحلينا اي تي 8 طلعت معنا 0.063 في لها تكمله كمان، صح؟ 437. طيب هلا التيبل ماخذها، ماخذ الفاليو لاقرب مايكرومتر، يعني احنا طلعت معنا ما طلعت 63 بالضبط، طلعت 63 بلس سمثينج، صح؟ هيها شايفة 63 مايكرومتر و 4% من المايكرومتر، صح؟ صح. فهو أخذها لأقرب مايكرومتر. هلا نفس الكيس صارت عندك 100 مايكرومتر بلس أجزاء من المايكرومتر، أخذ لك لأقرب مايكرومتر. تمام. والله أنا مش حافظة إيش اللي نقسمها. من مايكروميتر لمليميتر. شوفي عزيزي، لا لازم كتبت كتابة عشان اللي مش موجودين. طيب الواحد متر بيساوي 10^6 مايكروميتر، صح؟ والواحد متر بيساوي 1000 مليمتر. هلا انت بدك تحولي من هاي لهاي. خلص المايكرو دائما 10^-6، المليمتر 10^-3، النانو 10^-9، هدول اللي احفظيهم انت. وبدك تحولي من اي وحده للثانيه، سهل صح؟ ضايل 5 minutes بتنهي المحاضرة. بس أنا اليوم كنت بدي أحكي عن الجونوغو سيستم، بس أسئلتكم شوي أخرتني. هلا بعتلكوا 2 links، بعتلكوا 2 links هم يوتيوب link. هدفي فيهم إنه تعرف إيش معنى جونوغو سيستم، يعني introduction للنكست lecture حتكون، فشوفوهم قبل ما نبدأ المحاضرة. يعني هم أقل من 5 minutes. نعم. لا بالامتحان مش داخل الجونوغو. هلا اليوم ما شرحت مادة جديدة، اليوم جوز جاوبت على أسئلتكم فأخرتوني، مش مشكلة. هلا هاد حتكون الأول ليكتشر بعد الامتحان. هلا فكرة الجو نو جو سيستم هو عبارة عن ديفايسز أو تولز بنستخدمهم لغايات الانسبكشن. بمعنى صنعنا شافت، الشافت هذا إله ماكسيمم ديامتر وإله مينيمم ديامتر. صنعنا شافت تاني، يعني هم ماشين عم بتصنع شافت، بتصنع افترض ماشين عم بتصنع لبراغي مثلا. البراغي هدول في بيسك سايز، في ماكسيموم ليميت، في مينيموم ليميت. هلا انا بدي اجي اعمل انسبكشن للمايكروميت للبرغي اللي تم تصنيعه. اذا بدي كل برغي اصير اقيسه باستخدام مثلا بنش مايكروميتر او المايكروميتر، او اذا بدي اقيس الاكسترنال دايمنشن له بالفيرنير كاليبر، هاي الطريقة حتاخد معي وقت طويل، صح؟ وبدها من الأوبريتر مهارة إنه لبين ما يثبت الديفايس ويصير يقيس هل هذا الدايمنشن within limits، الماكسيموم ليميت والمينيموم ليميت أو لا. فرح يكون بروسيس بدها مهارة وحتاخد وقت. فعشان هيك في قطع بتم تصنيعها الهدف منها إنه نستخدمها بالإنسبكشن. يعني مصنعين مثلاً إحنا شافت، الشافت هذا بروح بصنع هول، بصنع تو هولز، الهول الأول اسمه جو والهول الثاني اسمه نو جو. هلا الهول اللي اسمه جو لازم كل شافت تم تصنيعه لما أعمل له انسبكشن يمر فيه من بدايته لنهايته. الهول اللي اسمه نو جو الأصل لما أمسك الشافت، أنا هون عم بعمل انسبكشن لمين؟ للشافت. الأصل كل شافت باجي بدخله بالنو جو الأصل ما يمرش. إذا مر بالجو بارت وما مرش بالنو جو معناها acceptable،
هلا أول عكس صحيح، أسيوم إنه القطعة اللي أنا بدي أصنعها هي هول، بدي أجي أعمل لها إنسبكشن، بروح بصنع تو شافتس، الشافت الأول اسمه جو والشافت الثاني اسمه نو جو. اللي اسمه جو الأصل يمر بالهول من بدايته لنهايته بدون ما يعني يعلق ولا بنقطة، والنو جو شافت الأصل إنه ما يمرش بالهول. هلا كمعلومة، دائما وأبدا الايتم او البارت اللي اسمه جو بستخدمه تو تشيك الماكسيمم ميتا ليميت، والبارت اللي اسمه نو جو بستخدمه عشان اعمل انسبكشن للمينيمم ميتا ليميت. تمام. هلا هون عندكم هاي الشكل اللي هو يعني يوتيوب لينك انا بعثت لكم اياه، بس ما بدي اعمل له ران بالليكتشر، ما بدي انه هلا يعمل لي كت بنهايته وتحط لي دعايات او شيء، خلص بعمل داونلود وبنشوفه مع بعض. هلا شوفوا، هلا القطع هاي الجزء الاخضر منها هو جو، والجزء اللي لونه احمر هو نو جو. هلا هاي عباره عن شافتس بستخدمهم عشان اعمل فيهم انسبكشن لهولز. تمام، بكمل المحاضره القادمه بشيت لان محاضرتنا انتهت. اوكي. طبعا اعطيتكم انا امثله عليهم، في مشكله؟